اهلا بكم. الحقيقه النهارده يوم مهم جدا وحلقه مهمه، لانه احنا عندنا موضوع اسمه سيريبرال بولسي. السيريبرال بولسي هنعرف ترجمتها بالعربي دلوقتي، وهي مشكله مخيه خطيره بتبدا في سن مبكره جدا. انا اتكلم عليها بالتفصيل، لكن انا في رايي انه احنا عندنا مشكله ثقافيه في اكتشاف مشاكل الاطفال مبكره. نوع من التشاؤم، نوع من زي ما بيقولوا ايه، التحرك زي النعامه كده، ان احط راسي في زي هول واعتقد انه مفيش حاجه، مفيش مشكله. ولذلك تشخيص مثلا مشكله في الجنين في اخر الشهور بتاع الحمل، ساعات ناس كتير جدا ما بتهتمش انها تعمله. يبقى في مشكله مكتشفه، طب يلا نتحرك نشوف لها حل. برضو ساعات كتير ما حدش بيتحرك ويعمل حل لهذه المشكله. في كسل في الحته دي، في زي ما قلت لكم الثقافه المعروفه عن الشعب المصري ان احنا يقول لك فال الله ولا فالك، ماشي يا سيدي، بس ما تفسرش في وشي، ما تقرش بس وهي هتمشي، لا الامور ان شاء الله هتبقى كويسه. كله كلام حلو، لكن ده مش الكلام اللي ينطبق على الموقف ده. موقف ان انا شخص مشكله مرضيه مبكرا واسعى لحلها بشكل مبكر. لاول مره النهارده في تاريخ البرامج بتاعتنا كلها نتكلم على السيريبرال بولسي. موضوع النهارده مهم وضيف مهم، طبعا اسم كبير في عالم يعني جراحات العظام وعظام الاطفال، وطبعا التشوهات الخلقيه، اسم يعني علميا هتستمتعوا جدا بحوار على ارقى مستوى. وايضا في موضوع لاول مره نتكلم عنه وموضوع منتشر بشكل مخيف النهارده، ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور رضا الهميمي. السي بي بيأثر على حاجتين اساسيين، الموتور اللي هو الحركه، ويأثر على الاكريبيوم الاتزان. كجراح عظام بنبتدي عملياتنا يمكن على سن 4 سنين، مفيش طفل يتكسر الا لما لازم ياخد مرض حاد. والله كل طفل بيخش عيادتي انا بعتبره ابني لحد ما اقوم بالسلامه. الدكتور رضا الهميمي استشاري جراحة العظام وعظام الأطفال والتشوهات الخلقية ومناظير الركبة والرباط الصليبي. ضيف العزيز والقيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور رضا الهميمي، منورنا ومنور الناس الحلوة. الله يخليك. الحقيقة اختيارك لموضوع السي بي او السيريبرال بولسي او الترجمه العربيه، والله انا واقف معاه يعني معلش، يعني اول مره مرض يرزل معايا في ترجمته. هو ترجمته بالعربي ايه؟ الترجمه بايخه. الترجمه هو شلل دماغي تخلصي. ده شلل دماغي تخلصي. ده مع انه ما بينطبقش على كل الحالات، ان كل الحالات بيبقى فيها شلل دماغي تخلصي. يعني نسب الحالات غريبة جدا، يعني أنا أولا هو نسبة حدوثه عالية جدا. الناس مش متخيلة نسبة حدوثه قد إيه. نسبة حدوثه كل 1000 مولود من 1.5 لـ4، ودي إحصائية عالمية مش مصرية. طبعا بتزيد الإحصائية دي في دول العالم الثالث. نيجي بقى تقسيمة داخل الشلل الرباعي التخلصي دوت، هو تعريفه الأساسي يعني إن احنا نفهم يعني شلل رباعي تخلصي، هو انجري البرين او اصابه مخيه بتحصل اثناء تكوين او نمو المخ. يعني ممكن تحصل اخر اسبوع في الحمل او اسبوعين، ممكن تحصل اثناء الولاده، ممكن تحصل في اثناء ديفلوبمنت او نمو المخ. يعني طفل في 6 ابتدائي ممكن يحصل له هذه المشكله. لو احنا افترضنا بقى ان انا عندي 100 طفل عندهم هذا الكلام، في منهم 60% من الاطفال دول عادي جدا بيروحوا المدرسه ويمشوا وممكن يوصلوا للجامعه. 40% منهم ممكن يكون عندهم ابليبسي او صرع. من داخل ال 40% دول بقى كويس، ال 40% دول حتى ممكن من ال 60، لكن في بقى احصائيه ثانيه ان 60% يمشوا ويروحوا ويتحركوا الى اخره. عندي 28% هانديكاب.
28% معاقين تماما قاعدين على كرسي متحرك او بيتحركوا بكراتشز بالعافيه، و12% حركتهم بكراتشز. تمام. فقد ايه النسبه مخيفه ونسبه الاعاقه من هذا المرض مخيفه. الحته العلميه المثيره جدا والمهمه السبب الاسباب. تمام. لانه حضرتك عارف انه الاسباب اتعمل عليها في الفتره الاخيره دي نوع من يعني الهجمه الاعلاميه الغير محترفه. ايوه الغير محترف كلام يعني مفهوم. في السنين اللي فاتوا في العشر سنين اللي فاتوا كانت فكره ان انا اجيب طفل بابويه عنده مشكله سيريبرال بولسي واقول ان الطبيب هو اللي عنده المشكله دي، الحكايه دي كانت منتشره جدا. صحيح صحيح. اولا لازم نعرف حضرتك هو سيريبرال بولسي معروف في وسط العامه اللي هو مرض نقص الاكسجين. تمام. هو فعلا بيحصل نتيجه نقص الاكسجين. يحصل بقى اكتر في التوينز التوائم. وارد جدا ان توأم يحصل على مستوى العالم ان التوأم واحد منهم يبقى في نقص اكسجين. يحصل منهم الاطفال اللي نازلين بري تيرم اللي هم نازلين على السابع على الثامن نسبه اصابه فيهم اعلى. يحصل لو حصل انفكشن يعني بيقولوا مثلا ايه ان الولد تبرز اثناء الولاده او الى اخره. يحصل هذا الكلام. الكومن بقى اكتر من كل ده اللي هو المعافره في الولاده. يعني احنا في مثل انجلش كده نورمال ليبر ايكوال ايزي ليبر. يعني انا هولد ولاده طبيعيه يبقى ولاده سهله. فيها اي مشكله الولد نازل بالمقعده، الولد حجمه كبير، الولد الحوض ضيق، مشاكل، ما احنا بنفتح من تحت ما نفتح من فوق سيزيريان والموضوع يخلص. جرت العاده بقى في مصر هنا ذات نسبه الاصابه ليه في المرض ده زياده، لان مع الاسف الشديد بعض دكاتره خصوصا في الاقاليم بيخافوا الايه من السمعه اللي تطلع عليهم ان هم بيولدوا قيصريه. فيضطروا ان هم يعافروا مع الام في الولاده الطبيعيه بالساعات ويمكن باليومين. عشان يحصل ولاده. انا مش مهم عندي انت تجيب طفل بس المهم يكون طفل سليم. فاللي بيحصل ان هو يحصل اثناء هذا الولاده والى اخره يحصل مشكله نقص الجين. زياده بقى على اجراء العمليات الجراحيه في اماكن غير محترمه. طفل صغير عمليات اللوز بالذات ودي اقصى عمليات احنا بنخاف منها كدكاتره عظام الاطفال. ليه سعادتك؟ دكتور الانف واذن يروح عامل 19 او 20 حاله لوزه في مكان تحت السلم زي ما بيقولوا، انا اسف في اللفظ. تمام. مفيش اي رعايه، مفيش اي حاجه، الطفل بيتشال لوز منه بيقعد في مكان بيعملها في عيادته بالظبط. مفيش رقابه بعد كده، مفيش حد واقف مع الطفل. يحصل ان الولد يحصل منه نقص اكسجين او يحصل مثلا شويه نزيف داخلي او نزيف قصدي في البق او الاخري يمنع عنه الاكسجين الواصل، 3 4 دقايق الولد دخل في سيبي. فدي الحاجات الاساسيه المسببه للسيبي بالنسبه لبلدنا. اكتر الشلل الدماغي، الشلل المخي، التخلصي بالظبط. يعني ده التشخيص او الكلمه العربيه بتاعته. طب الطفل انت خوفتني كده جدا، يعني ده ممكن يبقى ولد كبير. صحيح. عنده 4 5 6 سنين. صحيح. يحصل له الحاله دي. صحيح. بسبب اللي حضرتك قلته. والله اقول لحضرتك حاجه، انا في حاجه حصلت من حوالي 3 سنين وانا ساعتها انا تكاد دموعي تنزل. يعني ام شايله بنتها على ايديها، البنت داخله عامله كده ما فيش اي رياكشن خالص غير سويت وزعيق. فانا تخيلت انها البنت مولوده كده، وزعلت جدا من مامتها على سنها، فين العلاج الطبيعي وفين بدايه العلاج؟ البنت عندها يمكن 5 سنين او 6 سنين. فلقيت الام طبعا كراينج وما عملتش حاجه، مش رياكشن غير انها طلعت الموبايل وطلعت البنت وهي بتستلم شهاده من المدرسه الاولى على المدرسه. تخيل يعني طفله بتبقى الاولى على المدرسه دخلت تعمل عمليه زايده، اثناء الزايده الانبوبه سلبت ودكتور التخدير ما كانش موجود او كان وكان حصل نقص الاكسجين اثرت على المخ وحصل شلل رباعي التخلصي. كيف يشخص هذه الحاله؟ هل هي درجات برضو؟ طبعا. انا قلت لحضرتك بقى ان انا عندي 60% بيوصلوا الجامعه. ويمكن انوتس ولا حد واخد باله. يمكن ايه الولد ماشي مش مظبوط قوي. لا ده مفيش حاجه. 60% يعني 60% ده رقم مش لك. ومش لازم السي بي مرض السي بي يكون مأثر على ذكاء الطفل. يعني ومش لازم يكون يعني دي اول حاجه مثلا ان الطفل المولود لسه كويس ده لو حصل اثناء الولاده ان هو يبقى عامل زي العجينه. ان هو يتشال زي العجينه ولو شلته من تحت باطه تلاقيه عامل مقص كده.
دي الساين الفظيعه اللي تشخص بها السي بي. يعني انا عشان اشخص بالسي بي ال 90% من السي بي تشخص بالساين ده، ان انا الطفل واقف كروسنج ساين يعني ظاهره او علامه او ان انا بشيله تحت باطه كروس للليج، او ان يكون في شويه حول صغيرين. تمام، بس مش كل الاحول عنده لا طبعا لا طبعا، بس هو الحول ده نتيجه، هو السي بي بيأثر على حاجتين اساسيين، الموتور اللي هو الحركه، ويأثر على الاكريبيوم الاتزان. تمام، فانا عندي لو هو مأثر على العضله الخارجيه بتاعت لين يدي الحول. الشلل المخ، احنا بنتكلم على الشلل، على نقص الاكسجين او شلل، او نقص اكسجين المخ. بالظبط، تمام بالظبط كده. او يأثر على ايه تاني؟ الحركه بقى. الحركه بقى اللي هو، وعاده اكتر حاجه بتأثر اللور لمب او الطرفين السفليين. ده بالنسبه لي التشخيص دي ساين. في حاجه ثانيه غير الفحص الكلينيكي؟ طبعا هيستوري بقى، ان انا الام حصل فيها مشكله في الولاده والى اخره، دي قصه ثانيه. الفحص الكلينيكي زي ما اتفقنا كده، ان هو الولد جاي متاخر في المشي، اللي متاخر في الكلام شويه، متاخر في الرياكشن بتاعه، كل ده تاخير، ده بينور نور اخضر كده ان احنا نبتدي نفحص الولد كويس، ونشوف من اهم اسباب تاخير المشي مثلا او تاخير الكلام نقص الاكسجين. نقص الاكسجين. طب هقف قدام، هل الاشعه المقطعيه لها دور، اشعه الرنين، الحاجات دي كلها؟ هسال حضرتك سؤال عشان حضرتك نجاوب على السؤال ده. كم خليه في المخ؟ لا ملايين. مليارات. مليارات، مظبوط. اللي يدي ان الطفل ممكن ما يمشيش عدد قليل جدا من الخلايا. يبقى انا ممكن اعمل رنين، ودي بقى مهمه جدا بقى، لان انا الاب والام احنا عملنا الرنين ما كانش في حاجه. طبيعي. تمام. لان انت بتدور على عدد قليل جدا من الخلايا في مقابل خلايا كبيره جدا، مش هتقدر، ممكن الرنين يطلع سلبي. ممكن يطلع سلبي. التشوهات اللي بتحصل بقى اشهر طبعا، يعني اكيد عددها كبير، لكن خلينا نتكلم عن الاشهر هو التشوهات اللي بتصيب الطرفين السفليين. وده يمكن اكتر حاجه برضو تهم الام والاب، ان هو الولد مش قادر يمشي. فانا جايب بشويه صور، بص مثلا ده فيديو بقى، يعني مش عايز اقول لحضرتك، هل تتخيل ان الطفل ده اهله ما يعرفوش ان عنده سي بي؟ يعني هو الفكره كلها ايه؟ دكتور اطفال اعمل لي ده، هلي كالسيوم، ده ناقص كالسيوم. دخلنا بقى في سكه ايه اللي هو، والطفل واضح يعني انا في عندي اهو، مين اللي بيهرج ده؟ شايف رجليه كروسنج ايتش اذر. لا التهريج الحركه بدور عليه ده كتير جدا. لا يعني هل حاله زي دي تدخل وبعدها ناقص كالسيوم؟ ناقص كالسيوم بيعمل تيتاني، دي حاجه ثانيه، بيعمل تقلصات بشكل مفاجئ. بالظبط، وما بيحصلش بيبقى طبيعي، وما بيحصلش كده، ما بيحصلش في الاطفال. يعني هو في الاطفال ناقص فيتامين د، مش ناقص كالسيوم. يعني عاده ناقص فيتامين د مش ناقص كالسيوم، الا لو في هايبوباراثيرويديزم جينيتال مش موجوده. بالظبط. يعني كم حاله قليله جدا. زي ما احنا شايفين رجل لف على بعضها كويس، زي ما انت شايف الركبه متنيه، الكعب الرجل مرفوع عن الارض، ودي الموست او اكتر حاجه مشهوره في السي بي، ان كعب الرجل مرفوع على الارض. زائد بقى ان في تشوهات في القدم مختلفه بقى، يعني زي ما انتم شايفين القدم لفه لجوه، زي ما شايف ممكن يجي نيلاترال، يعني بص رجل الناحيه اليمين سليمه اهي. وادي ناحيه واحده المصابه، يعني ناحيه الشمال ايد ورجل مصابين. كويس، لكن الرجل اليمين والرجل الشمال كويسين، او الرجل واليد اليمين كويسه جدا. وده بيبقى ذكائه كويس ولا اللي بيبقى؟ الذكاء مش مرتبط بالسي بي قوي. يعني ممكن الذكاء يتاثر وممكن لا، يعني ممكن جدا الطفل يبقى ذكي جدا، ودي مشكله ان هو نون بروجريسيف كورس، يعني هو الفكره ايه؟ اللي حصل مش هيزيد. يعني هو الـ لو في برين انسل او في مشكله في المخ مش هتزيد. ومش معدية طبعا. لا مش معدية طبعا. كلمة انسلت معناها اهانة. اهانة بالزبط. للمخ. بالظبط كده. يعني اللي هو اصابة في المخ. عملنا للمخ حاجة معينة. اهم حاجة. المايسترو بتاع الجسم. معلش نأكد للناس دي الحتة دي عشان مهمة. التشوهات اللي يلاقي عند اطفاله ايه او ايه وايه بالراحة خالص. بالراحة خالص. افحص اولا لو انت شايف ان ابنك في مشكلة حصلت اثناء الولادة. او اثناء عمليه ولا حاجه وزرق منك او الى اخره، خد ابنك على دكتور عظام اطفال. ده اساسي. او دكتور مخ واعصاب، ده اساسي، لان هو في تيم ورك هنا بقى بيشتغل في الحالات دي عشان نقدر نوصل للحالات دي لبر الامان. التيم ورك عباره عن ثلاثه، عظام اطفال ومخ واعصاب. مخ واعصاب بطنه مش جراحه، مخ واعصاب، لان هو جراحه خلاص مش هيعمل حاجه، لكن مخ واعصاب بطنه وعلاج طبيعي، وده مهم جدا 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 جدا. هي منظومه عمل جماعي. بالظبط كده. طيب العيان الطفل جالك في هذه الحاله، ايه بقى خطوات التعامل معاه؟
حسب السن بحضرتك. احنا كعظام كجراحة عظام بنبتدي عملياتنا يمكن على سن 4 سنين. كويس. قبل كده المايسترو في العلاج هو المخ والاعصاب على اساس انه بيدي ادويه بيهدي التقلص شويه، تمام، مش اكتر، يعني هو ما بيقدرش يعمل حاجه في المخ. يعني الاب والام مع الاسف الشديد بيكون عندهم اماني عريضه جدا، هو اللي حصل حصل، مش هيقدر يعمل حاجه في المخ. لكن احنا زي ما بيقولوا كده ايه، الحاجه الضعيفه بنحاول نقويها، اللي هو مش المخ، لا، الحاجات الطرفيه. فالمخ والاعصاب بيحاول يقلل التقلص الموجود، او في عمليه ليهم في الحالات العنيفه جدا بيعملوها في الظهر، بيقطعوا اعصاب معينه عشان التقلص الزياده اللي بيحصل. العلاج الطبيعي ده المايسترو في اول 3-4 سنين. بعد 4 سنين حضرتك العلاج الطبيعي لو فشل ملوش رول، ودي مهمه جدا بقى، لان برضو بعض دكاتره العلاج الطبيعي الموضوع طبعا ماشي في سكه حضرتك فاهم، فقعد الطفل معاه لحد 10-15 سنه مش مشكله، لا 4 سنين مفيش نتيجه، لا شفت اللي جراحه عظام الاطفال لازم. 4 سنين بقى و3 سنين ممكن بتوع الاعصاب يحقنوا البوتوكس. البوتوكس بيهدي شويه العضلات الشده. هو فكره البوتوكس يعني ايه حضرتك، يعني زي ما حضرتك عارف ان احنا البوتوكس دوت جاء من ميكروب اسمه كلوستريديا، اللي هو بالبلدي كده لما حد بياكل فسيخ ولا حاجه بيلاقي جسمه كله ساب. ايه القصه؟ ان الفسيخ ده معروف ان هو فيه ميكروبات الدنيا كلها، من ضمنها الميكروب الكلوستريديا اللي بيفرز البوتيوليزم او سم بوتولينيوم توكسينز. بالظبط كده. السم ده كويس وظيفته ان بيعمل تخدير في العضلات او شلل جزئي في العضلات مرحلي. فهم خدوا البوتوكس دوت او البوتيوليزم ده او البوتوكس دوت وابتدوا بجرعات معينه بيتحقن بالعضله، بتعمل شلل جزئي العضلة اللي هو سباستيك اللي هو العنيفه اللي هو شده لمده 6 اسابيع عقبال ما العلاج الطبيعي يمط العضله. دي فايده البوتوكس بس. فهم شغالين مع البوتوكس ومع العلاج الطبيعي لحد سن 4 سنين. بعد 4 سنين بيجي دورنا احنا بقى كعظام اطفال، بنبتدي ان احنا نعمل. الهدف من شغلنا او شغل التيم ده كله ان احنا نقدم العيان خطوه، مش نرجعه طبيعي. ودي نقطه بقى لازم الاهل يبقوا عارفينها كويس جدا. يعني عيان ما بيقدرش يقعد بنحاول احنا التيم ده كله يحاول يخليه يقعد. عيان بيقعد بس ما بيقفش نحاول نخليه يقف. عيان بيقف نحاول نمشيه حتى لو باجهزه خطوتين ثلاثه. طب الفكره في ايه؟ انا بقول للعيان تمام لي ايه؟ انت جايب لي ابنك مثلا عنده 5 سنين او 6 سنين وانت مثلا عند حضرتك 30 سنه. هنزود 20 سنه على الاثنين. انت عندك حاجه 50 سنه وابنك عنده 20 سنه، هتقدر تشيله وتوديه الحمام؟ لا. بس يبقى انا لو انا قدرت ان انا اخلي الشاب ده بقى اللي هو الطفل اللي انا عالجته ده يوصل ل 20 سنه، طبعا ان هو من 4-5 سنين يوصل بكراتشز او حتى بجهاز او وات ايفر، ان هو يوصل على حسب مرحلته حسب الاصابه اللي فيه يوصل للحمام من غير مساعده حد، حلو، يبقى انقذت عيله. حلو جدا. تمام. بس دي فكره العمليات عظام الاطفال بوجه عام، مساعده الاسره اكتر منها مساعده العيان. طبعا هنا الطفل ممكن او الشاب بقى لما يكبر شويه يقدر يشتغل، يعني بالزبط. يقدر مثلا يبقى موظف قاعد في مكان بيقوم بوظائف مكتبيه بالزبط. بشكل معين. طب هو ده لازم يعرف بس يتحرك يروح من هنا لهنا عشان يركب مواصله مثلا. ومش هننسى ان في 60% منهم كويس ممكن يوصل الجامعه ويتخرج من الجامعه. ومساعده برضه مساعدتنا في العمليات العظام والعلاج الطبيعي وغير ومساعده الاهل. عايز اتكلم على القدم تحديدا. يعني تمام. لان القدم هي محور المشكله الاساسيه. تمام. ايه اللي بيحصل؟ العمليه بتعمل ازاي؟ التشوهات اللي بيحصل فيها ازاي؟ بص حضرتك تشوهات كتير جدا في السي بي، يمكن انا جايب برضو بعض الصور بعض العمليات اللي عملتها او الصور اللي موجوده. ممكن جدا ما يسمى فالجاس فوت اللي هو فالجر يعني البر، ان القدم مقلوبه كده خلاص. مقلوبه البر خلاص. فدي طبعا ما بيجي يعني بص ده البوست ده بعد العمليه. دي رجل مظبوطه بعد العمليه. لكن لو قبل رجعنا هنشوف رجل طالعه لبره مقلوبه البر مقلوبه لبره تماما يعني. فدي برضو بعد العمليه. نرجع كده بال اي بص حضرتك بص المنظر ده البيشنت ده ده ما يجي يمشي يعني الجلد ده غير مؤهل، الجلد الخفيف ده غير مؤهل ان هو يمشي عليه. بص الصوابع عامله ازاي، فالجلد كله غير مؤهل ان يمشي عليه. تمام. بص المنظر بص بقى رجع طلع لبره فعلا. تمام. الدنيا كلها متلخبطه.
دي ليها بوست بقى، مش اللي احنا شفناه مش اللي احنا شفناه من شويه. دي طبعا الادم زي ما انت شايف كده، ده الشاب ده جاي ما بيعرفش ياخد خطوتين على بعضه، ده بعد العمليه ودي على ترابيزه العمليات. احنا شغالين الأدم في العمليه. بص الادم عامل ازاي، ستريت وعدل والاخري والدنيا، وانا قصدت ان انا اصوره، ويمكن الناحيه الشمال كانت اصعب 100 مليون مره من الناحيه اليمين. فالدنيا كلها رجعت زي ما بيقولوا اناتوميكال تمام، او طبيعيه تماما. ده بيسهل بقى حركة ان الادم يشيل وزنه. ان الادم يشيل وزنه مع العضله. دي حالة تانية، لو احنا شفنا البري بتاعها برضو هتلاقي البري بتاعها قبل كده، لو في عندنا الصورة قبليها، لانه دي بعد خلاص دي صلحت بعد الاصلاح. عايزين نشوف الحالة بدأت ازاي، يعني كانت هتلاقي الادم مقلوبة خالص. كانت شكلها اكيد مقلوبة، الادم مقلوبة كده، بقت سليمة كده، بقت تماما مظبوطة. العملية دي بتتم ازاي؟ بص حضرتك، احنا الفالجاس فوت او الادم مقلوبة دي بنعمل فيها ايه؟ بناخد حتة من العظم الشظية من فوق وبنحطها كبلوك، كان الادم مقلوبه كده. فانا بحط العظمه، باخد عظمه من العظم الشظيه دي وبحطها. طب الشظيه نفسها اللي انا خدت من العظمه دي، هو هنا الاطفال ربنا حباهم بغشاء سميك محاوط للعظمه. فبالتالي لما باخد عظمه بتنمو تاني مكانها، وبيرجع تاني الدنيا زي اكني ما خدش حاجه. فبيعمل بلوك، بون بلوك ما بين الادم، عشان الادم يعني كتله عظميه. كتله عظميه، يعني انا دلوقتي الادم مقلوبه كده، انا حطيت الكتله العظميه كده، فالادم رجعت لطبيعتها. ده بيحافظ على ايه سعادتك بقى؟ بيحافظ على اتزان، اللي هو اساسا مصاب في عندنا مشكله في المخ، زي ما قلنا في الاول خالص ان المشكله المخيه هي مشكله في الموتور او الحركه والاتزان. فكمان انا لما يكون عندي قدم معوجة او الكومن قوي، ان كعب الرجل مرفوع على الارض. ودي بقى معلومه مهمه جدا، ودي مع الاسف الشديد معلومه حتى مش واصله للجراحين اللي مش شغالين عظام اطفال. ان اي حد، اي طفل سيبيه رجليه مرفوعه او كعب مرفوع على الارض، بيخش على وتر اكيليس طوله. ودي يعني بيبر منشوره من حوالي 10 سنين فاتوا، وبتنبح صوتنا يا جماعه، ما حدش يقرب من وتر اكيلس في حالات السي بي. وتر اكيلس ده اللي هو وتر العرقوب بتاع الرجل. بالظبط كده. هو سمي اكيلس لقصه طويله جدا. اكيلس ده اكيد انت شفت فيلم تروي بتاع براد بيت، هو اللي شهره، بطل اسطوري. يقال انه كان في عرافه كانت عايزه تعرف، امه كانت عايزه تعرف عند العرافه دي اذا كان هيموت، قالت لها هيموت من وهو صغير، فحطيه في بئر اسمه بئر الحياه، فحطيته في بئر الحياه عشان ما يقعش، مسكته من الوتر، فده الجزء الوحيد اللي ما طلعوش ماء بئر الحياة الواقي يعني. فجاله في الحرب اللي كانت حرب طروادة المشهورة سهم في الوتر بتاع أكيليس، هو ده السهم الذي قضى عليه، موته هذا السهم، فسمي الوتر ده وتر أكيليس. أشهر اتنين أصيبوا فيه على فكرة في التاريخ الكرة المصرية، اتنين جيلبرتو وأحمد فتحي. صحيح جيلبرتو في نادي الاهلي واحمد فتحي، دي جسد وتر اكيليس. فحضرتك قلت لنا في السي بي ما حدش يقرب من وتر، ممنوع. احنا الفكره حضرتك وتر اكيليس ده شايل اربع عضلات. لما بطوله انا بطول اربع عضلات، وبالتالي بيحصل ايه بقى؟ بيحصل ضعف في العضلات الاربعه، وانا مش محتاج الاربعه انا اطولهم. فبنطول الحافظه اللي فوق الوتر، يعني بعيد عن الوتر بحوالي 5 سم. انا طبعا لو قدرنا نجيب الصور اللي نجيبها اللي هي هتفرق كتير جدا. عمليات. بالظبط. هنلاقي ان انا في شاب مثلا كان عنده حوالي 13 سنه، رجليه متنيه وكعبه مرفوع على الارض، مجرد ما طولنا الجاستروكيميس او الحافظه اللي فوق الوتر اكيليس، بنلاقي كعبه على الارض والدنيا بقت ستيبل والدنيا بقت زي الفل. وده برضو مره ثانيه ان انا عندي، هنرجع بص دي مثلا اهو، كعبه مرفوع على الارض وركبته متنيه، عشان هو كعب مرفوع على الارض اوريدي، فمش قادر يحصل توازن. ده مجرد ما تنام على السرير، الشاب ده اول ما نمت على السرير لقيت ان ركبته اتفردت، فما عنديش مشكله في الركبه ده. لكن المشكله الاساسيه ده بعد العمليه. بص حضرتك، وتر اكيليس تحت انا ما ربطلوش. الجرح انا فيها الجبس لسه ومصوره بعد فيها الجبس. بص الاستابيليتي او 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 الثبات بتاع الشاب ده، قدر يقف واقف هو من غير كراتشز، من غير حاجه، لان انا حافظت على ان الادم ريحت على الارض، ووتر اكيليس بقوته لان انا شايل. دي مثلا حاله تانية، دي بقى مختلفه تماما. ده طفله كانت في دار اعاقه في احد الارياف، و مع الاسف الشديد ما كانش فيها اهتمام قوي، فهي جايه لي كده ركبتها ما بتتفردش اكتر من كده، ما بتاخدش خطوه.
بعد العملية مباشرة بعد فك جبس ركبتها اتفردت كذا، وقدرنا الحمد لله تعالى انها خد بالي حضرتك ان دي كان عندها 17 سنة. 17 سنة وانا اسف في اللفظ، في اللفظ جدا، مرمية في السرير بقى لها 17 سنة. يا حول الله يا رب. متخيل حضرتك ازاي؟ الحمام في السرير، بامبر في السرير، كل حاجة في السرير كويس. والبنت مع يعني ذكية، ما كانتش يعني الاي كيو بتاعها حلو. لما قلت لها ساعديني ووقفي، وقفت معايا، بس يعني ايه ركبتها متنيه مش قادره تحافظ على ده. عملنا العمليه وابتدينا نلبسها اجهزه، وابتدى بتاع العلاج الطبيعي يشتغل. الحمد لله قدرت انها تمشي بمشاير الحمام، وده بالنسبه لي انجاز ليها. كويس جدا جدا جدا. ده دي نقله. يعني احنا يعني بنقول انه العمليات دي زي ما بنقول بتقدم الانسان خطوات نحو حياه. انا مش عايز اقول لحضرتك بتاع سعاده حياه، يا حياه انسانيه بالظبط. يعني ما فيهاش اعتماديه على الاخر، ما فيهاش اهانه لانسانيته ومشاعره. يا ريت نشوف الصور التانيه، لانه كل صوره وراها حكايه كبيره. واضح يعني ده كل صوره حلقه يا باشا يعني. ما شاء الله. يعني احنا شفنا صورتين حضرتك دي ودي، ده كل واحد دينا قدامها كتير الحمد لله. يعني يعني الصوره الاولانيه بتاعت الرجل المتنيه والكعب المرفوع صوره صعبه جدا. ايوه بالظبط. وكون ان هو رجله المفروض هيمشي على المساعدات وبتاع ومعاه، هو الولد ده. هي حضرتك الفكره ايه كمان؟ لو لقيت حد من دول الاي كيو بتاعه او ذكائه قليل، ف الى حد كبير خلاص يعني، يعني ايه يعني، يعني بتشتغل فيه بس ايه انت مرتاح نفسيا لحد كبير. لكن الولد ده قال لي جمله، قال لي عمو انا عايز امشي. هو طبعا مش يعني هيقدر يمشي طبيعي، بس هيمشي على قد ما يقدر. بس كويس. هو كان بيمشي خطوتين يروح واقع. خطوتين مش قادر. واقع. الحمد لله دلوقتي قدر ان هو بعد العمليه بقى قدر ان هو الكعب نزل، كعبه على الارض والدنيا كويسه، وقدر ان هو يمشي ايفن. العمليه اتعمل فيها ايه دي؟ طولنا الحركة في جاسترو كليمس او العضلتين اللي هم نازلين من الركبه كويس، لازقين في الحافظه بتاعه الوتر اكيلس. مش وتر اكيلس نفسه، وتر اكيلس ماسك فيها حضرتك عارف السوليس مثلا. والسوليس او العضله السوليس دي ماسكه بطول الساق، ودي بقى الكومن ميستيك او الغلطه الفظيعه، ان لو طولت وتر اكيلس انا بطول العضله الاساسيه بتاعه السمان، هيحصل لها ارتخاء. هو لا، حضرتك بيمشي عادي وبالاخري لكن بيجي على سن 17 سنة وانا اسف في اللفظ بيبرك. لا حول الله. كويس. يعني ودي بقى مشكلة، ان نتائج الكلام ما تبانش في ساعتها. هتبان ليتر اون. ودي مشكلة الاطفال بوجه عام. ان حضرتك لو ده دخلنا على وتر اكيلس على عرقوب الرجل ما نقربش منه خالص، مرفوض. ودي مع الاسف الشديد بقى حضرتك يعني بشوفها بكثافه، مع ان المعلومه ما هياش بعيده عن حد. يعني دي بيبر منشوره بقى لها 10 سنين او اكتر. يعني الدنيا سهله جدا ومعروفه، لكن اللي مالوش علاقه في نظام الاطفال فطبعا الموضوع بالنسبه له سهل، لان وتر اكيلس سبكوتيني ساحه الجلد او شرطه، فبيطوله سهل يعني. يبقى اذا هذه نقطه علميه مهمه للغايه. طب الايد بقى. تمام. ايد هل يحدث فيها تغير؟ طبعا. زي ما شفنا من شويه ان انا ممكن يجي مثلا في فان سايد ليفت مثلا شمال وشمال، او ان يجي زي ما انتم شايفين كده في الايدين. الايد بنلجا اكتر للفيزيوثيرابي او العلاج الطبيعي، لان احنا كل عقله من عقل الايد ليها وظيفه وليها كذا وتر بيحركها. فالتاكل الجراحي ممكن ما يديناش النتيجه المرجوه، لكن في بعض الحالات لا، بنضطر نلجا ل يعني مثلا طفل مش قادر ان هو يرفع ايديه كده بس بيوديها لبره، فبنضطر ان احنا ناخد الوتر الخارجي وننقله عشان نقدر نرفع الايد. حالات معينه سلكتيف كيس زي ما بيقولوا كويس، حالات مختاره بعنايه في الايد. مره تانية الحالات دي لو تمت العنايه بيها في الـ 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 الاول دنيا. انت حضرتك قلت جمله في برومو جميله جدا بتقول يا حضرتك، قلت ان احنا كطبعنا كمصريين ان احنا بنرفض الواقع. بمعنى حضرتك ايه؟ بنتعامل زي النعامه. النعامه بتحط راسها في الحفره عشان تهرب من الخطر. بالظبط كده. يعني هل تتخيل ان انا بيجي لي حالات 3 سنين وانا اكون اول شخص يشخص الحاله؟ فهي حاله واضحه. اول شخص وتفاجئ بقى حضرتك ايه بقى؟ لاول وهله الام نازله عياط والاب
ننهار. وبعد كده بقى في الزيارة التانية والتالتة ما اتقال لنا كده من فلان الفلاني من حوالي 3 سنين، بس احنا قلنا لا ده ربنا هيسر. انت ضيعت على ابنك 3 سنين مهمين جدا، انت حطيت راسك في الارض وفي الرملة وضيعت على ابنك 2 سنين مهمين جدا، كان ممكن يحصل فيهم تطور عنيف جدا في العلاج الطبيعي، كان ممكن بدل ما انت جاي لي بنبدك شايله يجي لي ماشي. فدي نقطة طبعا مهمة جدا. أنا عايز حضرتك دلوقتي توجه زي التلغراف رسالة توجيهية تمام. تثقيفية تحذيرية تمام لأي جهة بقى، شوف ممكن أكتر من جهة برضه من ضمن الجهات دكاترة النساء اللي بيقعدوا يولدوا للست. أول حاجة زي ما حضرتك قريت من عرضة في عينيا، أي أم منتظرة طفل كويس مش مهم تحصلي على طفل قد ما مهم تحصلي على طفل سليم. نورمال ليبر ايزي ليبر، ولاده طبيعيه ولاده لازم تكون سهل. ولاده سهله تمام، ولاده طبيعيه ولاده قيصري ولاده اي نوع من الولاده، اهم حدث في حياتك وحياه جوزك ما تولديش تحت السلم مهما حصل. لو معكيش فلوس السيلفي انت بعد كده هتبيع اللي وراكي واللي قدامك عشان خاطر تعالجي ابنك او بنتك. لا اولادي في مستشفى فيها حضانة كويسة وفيها جهاز تنفس صناعي كويس، لو انت عندك مشكلة او منتظرة بيبي بريشس او يعني منتظرة فارغ الصبر زي ما بيقولوا، او ان في مشكلة ولو قد كده وانت خايفة، او الذهاب للمستشفيات الجامعية لو ما فيش مقدرة مالية. بالظبط اروح للمستشفى الجامعي وكلها قريبة من بالزبط. مش لازم جنب البيت. بالظبط مش لازم اقول جنب البيت. ايوه عادي انت في مثلا في بتاع في مستشفى جامعه الزقازيق، مستشفى جامعه طنطا، والناس ممتازين حضرتك فعلا. انا اصلا اقول طب وليه تقول لولادك في عياده؟ ما هو ده جنب البيت. جنب البيت يعني ايه المشكله؟ اصل الاهل عايزين يفرحوا. طب ما ايه المشكله ان انت تاخدي تاكسي وبعدين تروحي البيت؟ يعني ايه القضيه؟ الحاجه الثالثه بقى اللي لما تحصل مشكله في الاطفال وديها للمختص. بلاش ما بقاش في حاجه اسمها جراح عظام، خلاص خلصنا الموال ده. يعني اذا كان في انجلترا دلوقتي في حاجه اسمها جراح عظام اطفال مفصل فرد يعني فاهم حاجه؟ يعني احنا ما لناش عيش بيشتغل بس في مفصل فخذ، فاهم حاجه قصدي؟ فما فيش حاجه اسمها ان انا بتاع كله ده اعرف لا ستوب. يعني واحد شغال عمود فقري وكتف لا بالظبط، ده اولد فاشن. بالظبط الحدث الابرز النهارده ان احنا التقينا بحضرتك، ربنا يخليك. والحاجه البريشيس اللي اضافت للناس الحلوه وجودك معانا، ربنا دي حاجه بريشيس كبيره الله يخليك. والممتع جدا حوارك، والممتع تفرده، لانه ده سبق اعلامي، مفيش هذا الحوار غير موجود على مستوى العالم العربي، غير موجود في اي شاشه، غير موجود على مستوى العالم بالتفصيل ده. يعني حتى ذا دكتورز مش هيتكلموا في مشاكل جراحات الاطفال. انا شفت حلقات، احنا قبل ما بنحضر بنشوف نرجع رجعية. لا احنا جامدين قوي، لازم ذا دكتور يبص لنا، احنا جامدين قوي ابدا. ليه ده هم اتكلموا على السي بي والله في 5 دقائق 5 دقائق، لكن ما حدش شرح بالتفصيل اللي حضرتك شرحت بيه ده. فانا اولا فخور بوجودك معنا، سعيد جدا بقيمه علميه يعني عالميه واسم كبير في عالم جراحات الاطفال يكون معنا في الناس الحلوه بقيمه الضيف العزيز الاستاذ الدكتور رضا الهميمي، استشاري جراحات العظام وعظام الاطفال والتشوهات الخلقيه والمنظير الركبه والرباط الصليبي، وطبعا اسم الكبير في هذا المجال الممتع دائما في حواره المتفرد في موضوعات اعتقد انها شديدة الأهمية. الحلقة بتاعت النهاردة دي حلقة على قد ما هي مخيفة، على قد ما هي مهمة، على قد ما الثقافة فيها كتير، على قد ما فيها نقط ولا حد كان عارف فيها حاجة، لدرجة انه غير المتخصصين يعني اللي زي في البطن ما يعرفش انه الحالات دي ليها إصلاحات ونوصل فيها للدرجة دي. خلي بالكم من ولادكم، خلي بالكم من الهيبوكسيا، يخرب بيت الهيبوكسيا، نقص الأكسجين ده خطير جدا. خليكم على الناس الحلوة. احنا عندنا في الجامعه في ماجستير اسمه ماجستير تجميل الاسنان، تخصص علاج الجذور، هو تخصص دقيق. ميدل ايست بصفه عامه احنا بنتكسف من المرض، وهنتكلم على عيان مش عارف ياكل ومش عارف يتكلم وشكله متاثر جدا جدا جدا. في عالم الطب كله في ما يسمى الان بإيرة العمل الجماعي في العالم وفي مصر، دي ميزه ان يبقى عندك فريق طبي كبير في مكان واحد.